نتكلم عن الاولمبياد، وده بيكون دايما حلم لاي شخص رياضي. نتكلم بقى هنا عن محمد تحديدا، خلينا نبدا معاك من الحلم للطريق لبعد كده الوصول بقى والاستعدادات، لان ده مهم. احنا يعني الحمد لله احنا يعني قريبين جدا من ان احنا نتاهل، بس يعني ما توفقتش في ان انا اتاهل في الاولمبياد بتاعه 2021، بس ان شاء الله اتاهل في 2024 بإذن ان شاء الله. يعني احنا يعني ككابتن اشرف المدير الفني انا هو يعني رسمين خطه ان احنا نعرف نتاهل بطولات العالم اللي جايه والاولمبياد وكل حاجه. يعني هي إن شاء البطولات الله البطولات الدوليه المختلفه بتكون هي المؤهله للمشاركه في الاولمبياد، ولا في بطوله معينه هي دي؟ في بطولات محليه عادي بتاهل، مثلا زي بطوله جمهوريه او كاس مصر، ساعات بتبقى مؤهله للحاجات دي، بتبقى بي كات واي كات. فعشان يعني ايه ساعات يا محمد؟ يعني هو ما بيبقاش في عرف دايما في الموضوع ده؟ لا، هي على طول يعني هو لازم بتبقى في بطوله جمهوريه مؤهله ليها يعني. بس في بطولات عالم برضو بتبقى مؤهله، على حسب يعني هم بيبقوا قايلين فينا وكده ان البطوله دي مؤهله. ف يعني مع كل دورة أولمبية بيتغير الوضع، مش دايما بتبقى الأمور ثابتة فيها؟ أنا مش عارف، بس هي على طول بيبقى في بطولات مؤهلة كتير للأولمبيكس يعني، وبطولات العالم برضه بيبقى في أرقام معينة بنجيبها بعدين بنتأهل بقى. إن شاء الله ربنا يوفقك. فرد بالظبط، هو حلم زي ما كنت بقول، هو حلم لكل الرياضيين إن هم يتأهلوا للأولمبياد. فمحمد دلوقتي هنقول خلاص ما حصلش توفيق في 2021، مش قضيه، ولكن اكيد انت راسم لنفسك حلم، فهو ده اللي انا كنت بسال عليه. فخلينا نعرف منك، خلي الناس برضو تسمع منك اكتر، مأهل نفسك ازاي علشان تقدر بعد كده تقول انا بتاهل الاولمبياد؟ اي رياضي ابسطها لك اكتر، اي رياضي في العالم بيبقى عايز يتاهل. انا عايزك تفك معايا. ايوه مش عايزك تتشد كده. يعني اي رياضي في العالم بيبقى عايز يتاهل الاولمبياد، انت اكيد عايز تتاهل، ولكن عدم التوفيق مره ده مش معناه ان هو نهايه الطريق، ده بالعكس، ده دايما بيبقى بدايه. فمحمد خلينا نعرف كسباح في النادي الاهلي وجمهوره دلوقتي بيتفرج، جمهور النادي الاهلي عامه، فازاي ممكن انت توصل لده؟ حلمك ازاي عشان توصل لده؟ هتحققه ازاي؟ هو يعني بالتمارين طبعا، ان احنا يعني خلينا كثافه التمرين اكتر، الحجم والشده وكده كلهم زادوا الفترة اللي جاية دي، بالذات التمارين من دلوقتي شد جدا. وبس، والجيم بقى الفيتنس وكده برضو ماشيين في، يعني زودت الوحدات بتاعت الجيم اكتر عشان اقدر يعني اوصل لمستوى اعلى عشان اعرف اتاهل للاولمبياد ان شاء الله. ده يحصل عن قريب كمان. طب احنا يعني بتهيألي خدنا فكرة كافية عنك كبطل في السباحة،